الآن الأمور راهي ماشية. احنا كما قلنا في نهايه المرحله الاولى، يعني قلنا انقسمنا التربص على ثلاثه ولا حتى اربعه يعني ميكروسيكل. الامور ماشيه، زدنا حتى من ناحيه العدد تاع اللاعبين، كرام زادوا دخلوا ثلاث لاعبين اخرين، رانا في عدد 17 اليوم. كذلك كاين بعض اللاعبين مثل بودبوز اللي لعبوا البارح، يعني راهم داخلين كما قدير، والاثنين ان شاء الله كما قلنا الاغلبيه تاع اللاعبين يلتحقوا، ومنهم الحسن جبور. على ذكر جبور فقط سي رباح سعدان، سمعنا كلام بانه كان صعب جدا الاتصال به، لا يرد على اتصالات المدرب الوطني، هل هذا الامر صحيح؟ شوف يا اخي، نظن لهنا احنا فتحنا لكل صحفيين يعني بكل شفافيه الموضوع، وانا نتفاجئ لماذا هذا. احنا تكلمنا قلنا كل لاعبين راح يلتحقوا بالمنتخب، وكل واحد عنده ظروفه خاصه. وجبور عنده مقابله يلعبها اليوم الاخيره، يعني سمحنا له يلعب الاخيره ويكون معنا نهار اثنين ان شاء الله بحول الله كما جميع اللاعبين. زياده نزيد لان الناس تحب تكون مشاكل، يعني حقيقه عندنا اصابات عند بعض اربع لاعبين، ولكن اصابات خفيفه، ما لازمش كل مره يزيدوا يسالونا هذا. كما الموضوع تاع ميغني، مش يوميا لازم واحد يسال واش ميغني ولما فين راه يتدرب فين. ميغني احنا تكلمنا قلنا هاو الموضوع تاعو، وهاو احنا قلنا راح نديروا تقييم تقني وطبي في الفتره تاع 15 يوم، لما ينتهي المعسكر هذا تاع كرومونتانا ناخذ قرار. جيت لهنا وفرحت الفرحة كي كنت من صغير انا حبيت نمشي نلعب في ليكيب ناسيونال، ودي الفرحة درك شوية فاتيكي، لعبنا بالجمعة وان شاء الله نبقاو تروكيلو. سي فريمون بيان باسكو اون فوا فريمون لونغومون كي اوتور دو ليكيب ناسيونال كي فريمون لو بوبل الجيريان فريمون طاير سون ليكيب، اي سا دون فريمون انفي دو de jouer et de se donner un fond pour l'équipe.